طيب خلينا نروح بقى شوية لأخبار النادي الأهلي. تعديلات جديدة طبعا في الدوري بعد رفض وكريم معانا. طيب خلينا نطلع لزميلنا كريم أحمد من أسبانيا الحقيقة، يطمننا على معسكر النادي الأهلي. يا كريم يا وحشنا الأول. والله وحشنا كابتن اسلام. حبيبي يا كابتن اسلام، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين. معسكر مميز يا كابتن اسلام كالعاده، واختيار اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي وبالتحديد الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي جه هنا في اسبانيا قبل المعسكر. المعسكر يليق بالفعل او المكان بالتحديد يا كابتن اسلام يليق للمعسكر فقط لا غير، لان احنا متواجدين في منطقه معزوله شويه يمكن محيطه بالجبال، لكن كل الامكانيات متواجده في هذا المعسكر. ملاعب على اعلى مستوى، التجهيز، فندق الاقامه، التنقلات، الملعب قريب جدا يا كابتن اسلام، يعني دقيقه ونص او اقل كمان من دقيقه ونص ان احنا بنكون في فندق الاقامه او ملعب التدريبات. ملعب مميز، ارضيته مميزه، مستر مارتن لاسارتي بيحاول ان هو يعني يقوم بكل الامور الخاصه التدريبيه على الملعب ده بالتحديد. النهارده يمكن الصبح كمان كان 9 ونص صباحا هو تدريب لفريق النادي الاهلي، وكان تدريب وحيد مستر مارتن والجهاز الفني خلال الايام الماضيه. كان في تدريبات صباحيه ومسائيه في رفع لمعدلات اللياقه البدنيه بشكل قوي جدا، وبصراحه عايز اشيد بأليخاندرو بخطه الاحمال بيقوم بدور كبير جدا يا كابتن اسلام، وبصراحه لامسين على الارض الواقع كل اللعيبه مركزه. والناس كانت بتتكلم بتقول المعسكر معسكر بيبقى ترفيهي واللعيبه بتخرج وبتهرج والكلام ده، لا الموضوع مختلف بشكل كبير جدا، وانت احد نجوم النادي الاهلي وعارف ان المعسكر ده مختلف عن كل المعسكرات اللي خاضها النادي الاهلي استعدادا لاي بطوله دوري او بطوله كاس او لموسم جديد. احنا بنكمل بطوله دوري ولسه كمان عندنا بطوله دوري جديد ان شاء الله، المباراتين القادمتين وهي مباراه المقاولون العرب والزمالك يستعد ليها النادي الاهلي بشكل كبير. المعسكر التدريبي يستفيد به النادي الاهلي بدنيا ومعنويا وفنيا في هذه الايام ان شاء الله. كمان عايز اكد لك يا كابتن اسلام، المباراه الاولى ومن خلال كلامي مع الكابتن يوسف كابتن سيد على النتيجه، يمكن نتيجه 9-0 زي ما بقول لك مستر مارتن لاسارتي كان هو اللي يعني محدد والجهاز الفني محدد يكون في تدرج في مستوى المباريات. المباراه الاولى النادي الاهلي استفاد منها فنيا، النتيجه كانت عاليه وكبيره بشكل كبير، لكن فنيا قدر النادي الاهلي ان هو يستفيد من هذه المباراه. المباراه القادمه هي المباراه اقوى من المباراه الاولى، مباراه نيوبورت كاونتي طبعا احد الفرق الانجليزيه اللي اكيد هيكون ليها اختلاف بشكل كبير جدا عن التشكيل. الجهاز الفني ريح لعيبه كتير جدا خلال المباراه الاولى، فاكيد المباراه الثانيه هيكون فيها دفع ببعض اللاعبين، الكل بيشارك، وكمان هنشوف بعض اللعيبه بتتوظف في اماكن ثانيه زي ما شفنا باسم علي، ممكن نشوف كمان في المباراه القادمه عدد من اللاعبين موظف في اماكن ثانيه. لكن بشكل عام يا كابتن اسلام الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا، ماشيه بشكل جيد جدا، اللعيبه في قمه التركيز. النهارده كان فيه نقدر نقول راحة شوية لعيبة النادي الأهلي، جولة يمكن مش هنقول جولة ترفيهية لكن جولة 5 ساعات أو 4 ساعات فقط لغير، وعادوا مباشرة إلى المنتجع اللي احنا متواجدين فيه، منتجع لافينكا. لكن كل الأمور اللعيبة مركزة، عارفة إن في هدف كبير جدا، وعارفة إن الموسم ما انتهاش، وبعد كمان جدول الدوري ما تعدل مباراة 24 مباراة المقاولون والمباراة الأخرى كمان مباراة الزمالك هتكون 28، فاللعيبة دخلت في المود أكثر ما هي كمان داخلة في المود يا كابتن إسلام. إن شاء الله يكونوا موفقين، يعود النادي الأهلي هنا من إسبانيا بدون أي إصابات، بجرعات تدريبيه موفقه ومباراه وديه يستفيد منها النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن اسلام لو فيها استفسار. طيب برضو عايز اسالك عن المباراه الوديه الثانيه، تكلمت يا كريم وقلت ان هي مباراه هتكون اقوى شويه، التدرج في المباريات ده امر طبيعي جدا، اولى المباريات بتبقى مباراه خفيفه جدا، الثانيه بتبقى متوسطه، الثالثه اعتقد هتبقى في مباراه ثالثه هتبقى اقوى واشد من المباراه الثانيه. بالتاكيد يا كابتن اسلام باكد على كلامك، مباراه نيوبورت الكاونتي الانجليزي يمكن ده كان عمل مباراه قويه جدا مع ليستر سيتي، ويمكن عمل مباراه رائعه كمان واكد عليها مستر مارتن، قال فرقه مميزه عندها كوره، عندها فنيات، عندها سرعات، عندها لعيبه مميزين جدا، التدرج مطلوب يا كابتن اسلام زي ما انت عارف. وكمان عايز اكد لك ان الملعب هيكون مختلف، المباراه الاولى كانت على ملعب لافينكا هنا في المنتجع اللي احنا متواجدين فيه، لكن المباراه القادمه هتكون في ملعب مجهز شويه عن الملعب الاول وهو ملعب بيناتار ارينا، طبعا ده ملعب بيتسع ل 2000 مشجع، ملعب مجهز، وايضا كمان لان المباراه محتاجه انه يكون في ملعب كبير، ملعب رئيسي، ملعب اساسي، قياساته كلها تكون مظبوطه. الملعب الاول يمكن هو ملعب تدريب مش ملعب بيستقبل مباريات، فعشان كده المباراه القادمه هتكون مباراه قويه، والمباراه الثالثه كمان مع احد الفرق الاسبانيه المميزه ايضا، وفريق يوكا موريسيا ده فريق مميز جدا ايضا كمان من فريق الدرجه الثانيه في الدوري الاسباني. زي ما بقول لك التدرج مطلوب ومهم، وده اسئلتنا كمان كانت للجهاز الفني، الناس هتقول 9-0 لا النتيجه مش مطلوبه في
المباريات الوديه على قد ما ان يشوف مستر مارتن الفكر التدريبي والجمل التدريبيه اللي هو بيديها فيه التدريبات هتطبق في المباريات ولا لا، كمان التوظيف في التغطيات العكسيه، الكورسات، كل الامور الخاصه بالتكتيك اللي بيحاول مستر مارتن هو ياكدها مع لعيبه النادي الاهلي هتطبق في المباريات ولا لا. وبالفعل يمكن المباراه الاولى كان فيها جمل كتير جدا من خلال يعني تواجدنا مع المعسكر ومتابعتنا المستمر للتدريبات الصباحيه والمسائيه. التدريب الصباحي بيكون فيه يمكن رفع معدلات شويه للياقه البدنيه، لكن التدريب المسائي بيكون فيه كوره كتير، بيركز بشكل كبير جدا الجهاز الفني على الجمل التكتيكيه، الضغط في الثلث الامامي بالتحديد، ازاي التغطيه العكسيه، اهميه كمان يمكن التغطيه العكسيه بالتحديد كان مركز عليها مع علي معلول ومع احمد فتحي مع باسم علي وايضا كمان مع عمرو السوليه ان هو ينزل من نص الملعب. كل الامور يا كابتن اسلام بالنسبه للتكتيك والجمل الفنيه للجهاز الفني اللي بتطبق تمام مع لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله نستفيد بيها في المباراه. برضو عايز اسالك عن انا معاك يا كابتن اسلام، النهارده تم رفض القيد تم رفض مد القيد الافريقي في الاتحاد الافريقي. طيب هل الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلمت معاه في مثل هذه الامور؟ هل تفكيره ازاي خلال المرحله اللي جايه؟ لانها هتبقى مرحله صعبه جدا جدا جدا، استعدادات لبطوله الدوري واستعدادات للموسم الجديد بالنسبه للصفقات الجديده ولمثل هذه الامور. اتكلمت مع الكابتن سيد في مثل هذه الامر ولا لا؟ يمكن ما اتكلمتش معاه بشكل مطول في هذا الامر يا كابتن اسلام، لكن كان السؤال السريع قال يعني لسه هنشوف، قال احنا كنا متوقعين كده وقلنا كده والنادي الاهلي قال كده ان الامور هتخش في هذا الاطار، وان الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا مش هيقول ان القيد يوم 5 زي ما تقدم مقترح من الاتحاد المصري لكره القدم، لكن ما استفادش بشكل كبير الكابتن سيد في هذا الامر، قال خلينا في المعسكر بقى لغايه لما نشوف الامور هتمشي ازاي الفتره اللي جايه. امر صعب جدا يا كابتن اسلام، يعني ظروف استثنائيه بيمر بيها النادي الاهلي اداريا وفنيا ومع ايضا كمان بالنسبه للاعبين، المعنويات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي بتتطلب شغل كبير جدا، ان انت تريح من بطوله لسه ما انتهتش ومطالب ان انت تكسب مباراتين عشان تحقق بطوله الدوري، ده في حد ذاته بالنسبه للجهاز الفني عايز مجهود كبير وعايز شغل فني كبير جدا وعايز شغل نفسي كمان، فكمان مع هذا الامر محتاج شغل كبير. وعشان كده بقول لك في المعسكر ده بالتحديد كل الناس بتشتغل يا كابتن اسلام بانكار ذات كبير جدا، لان المرحله ما شفناهاش قبل كده، يعني ما نقدرش نقول ان كان في حصل قبل كده عشان نتعلم منه ونطبق على اي فرق حصل فيها الامر ده، لكن يعني خلاص هو امر واقع بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لكن اكيد مع الايام القادمه هيكون في رد من كابتن سيد عبد الحفيظ، وكمان هيكون في لقاء مهم مع كابتن سيد عبد الحفيظ اكيد عشان يوضح كل الامور دي يا كابتن اسلام. المصابين اخبارهم ايه يا كريم؟ لا الحمد لله يا كابتن اسلام، يعني الفتره اللي فاتت كان في اصابات كتيره جدا، النهارده يمكن محمد عبد النعيم واحد من الناشئين اللي النادي الاهلي بيأهل طبعا عنده نغزه كده في العضله الخلفيه اشتكى فيها من ثاني يوم في المعسكر، مؤمن وحسين السيد يمكن بيأهلوا وليهم برنامج تاهيلي بعيدا طبعا عن فريق النادي الاهلي، ما فيش اصابات يمكن محمود وحيد خلاص داخل في التاهيل وفي المرحله الاخيره من العضله الخلفيه، يعني محمود وحيد ومحمد عبد المنعم هم الاثنين اللاعبين المصابين فقط لغير في معسكر فريق النادي الاهلي، الحاله كلها بالنسبه لعيبه النادي الاهلي ما فيش اي اصابات، ما فيش جهاز الريكفري يمكن بياكد عليه الجهاز الفني بعد كل التدريبات، التدريب الصباحي والمسائي والمباريات بيركز مقطص الثلج، التدليك مستمر لكل اللاعبين، يعني الحمد لله وربنا يكمل كمان المعسكر على خير ويعدي المباراتين القادمتين بدون اي اصابات، لان هيكون فيها احتكاكات قويه نظرا لقوه المباراتين القادمتين، لكن باستثناء محمد عبد المنعم ومحمود وحيد كل الحاله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي على اكمل وجه يا كابتن اسلام. طيب النهارده كان اخيرا يعني النهارده كان في جوله حره للاعبين اجازه يعني ساعه ولا ساعتين في وسط التمارين القويه جدا دي، ماذا حدث في هذه الجوله؟ والله يا كابتن اسلام يمكن اللعيبه كانت واخده من الساعه 1 لغايه الساعه 8 مساء ان يكون في جوله، فوجئنا ان اللعيبه متواجده في الفندق الساعه 3:30 او الساعه 4، يعني اللعيبه راحت ساعه ونص ساعتين وراحت راجع على طول مباشره، زي ما بقول لك كابتن اسلام كل مركز بقى تدريبات صعبه جدا هنا يا كابتن اسلام صباحي ومسائي، وبصراحه زي ما بقول لك اللعيبه حط هدف يا كابتن اسلام وهو بطوله الدوري والمعسكر ده ان هو ينجحوا فيه ويستفيدوا بيه بشكل كبير جدا، شايفين ده في التدريبات في احاديث اللاعبين مع بعض، حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا كالعاده مع كل اللعيبه، اللعيبه الصغيره كمان يعني عندها انكار ذات كبير جدا وعايزه تحقق حاجه مع فريق النادي الاهلي، على طول بيتكلموا مع اللعيبه مستر مارتن بالتحديد مع عربي بدر اللي بيوجه لك رساله يا كابتن اسلام وبيقول بصراحه انا عايز اشكر كابتن
كابتن اسلام على طول بيتكلم عليا وبيشيد بيا. قلت له عربي اكيد كابتن اسلام ما بيبصش للعيب، عنده مستقبل وليه نظره وعارف قيمه النادي الاهلي الا لما هيدعمه بشكل كبير جدا. الحمد لله كابتن اسلام الحاله هنا والحب مع لعيبه النادي الاهلي ومع القطاع الناشئين اللي طالع ومع كل اللعيبه الحمد لله، كل الامور كلها طيبه، كل الامور فيها تركيز. ان شاء الله ينقصنا باذن الله كابتن اسلام ان احنا نرجع من هنا لمعسكر اسبانيا تنطلق بطوله الدوري العام والمباراتين باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ غالبا ما بياكد على ان المعسكر ده مختلف، او دايما ما بيركز على ان المعسكر ده مختلف لاسباب كثيره جدا. انت مش راجع على بدايه مباريات دوري ولسه في كذا وكذا، لا انت راجع على مباراتين يعتبروا الدوري العام اللي انت عملته السنه اللي فاتت كلها، وبالتالي معسكر مختلف يا كريم. بالتاكيد يا كابتن اسلام، يعني حتى يعني احنا كالعاده في المعسكرات العاديه بنحاول ان احنا يكون لنا لقاءات مع لعيبه بشكل مستمر وبشكل مكثف، ممكن نسجل مع 2 و3 و4 لعيبه في اليوم. المره دي مختلفه يعني بالعافيه بنحاول ان احنا نكلم الكابتن سيد ان يبقى في بعض من لعيبه النادي الاهلي معانا، نتكلم على المعسكر ونتكلم على الحاله المعنويه الفتره اللي جايه مركزين ازاي. ليها حسابات كثيره جدا ومختلفه، وده الصح اكيد يا كابتن اسلام ان يكون في غلق على اللاعبين، يكون في بعض الامور الترفيهيه للاعبين. لعيبه يمكن بتلعب بلاي ستيشن هنا وبينج بونج، لكن كلها في المعسكر وكلها داخل المبنى اللي احنا فيه، لعيبه ما بتخرجش خالص وبتبقى ساعه ولا ساعتين. يا كابتن اسلام بياكد على طول وفي محاضرات مستمره مع الكابتن سيد، وباكد لك على دور حسام عاشور واحد من كباتن النادي الاهلي، لان المرحله مختلفه ومحتاجه تركيز اكثر من ان يكون في تركيز في معسكر عادي لانطلاق بطوله الدوري. يعني الدور الاداري مهم جدا وبيقوم بيه بصراحه الكابتن سيد عبد الحفيظ على اكمل وجه، ودي الحاجات المميزه جدا اللي بتساعد النادي الاهلي وبتطمنا كمان على المرحله القادمه، ان يكون في واحد على راس الجهاز لمدير الكره بقيمه الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان هو يكون بالخبره الكبيره جدا دي. امتى بيعرف يكلم اللعيبه وامتى بيعرف يكلم الناشئين وامتى بيعرف ازاي يقفل عليهم يديهم فرصه ان هم يخرجوا او يلفوا. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام نستفيد من كل هذه الامور في المعسكر التدريبي المميز اللي باكد عليه. ان شاء الله يعود النادي الاهلي من هذا المعسكر باستفاده فنيه رائعه واستفاده بدنيه اكثر من رائعه كمان يا كابتن اسلام. انا بشكرك شكرا جزيلا، سلم لنا على اللعيبه وقول لهم كل جمهور النادي الاهلي بينتظر منكم كثير خلال الفتره القادمه، وقول لهم ان احنا كلنا مستنيينهم ان شاء الله يرجعوا بالسلامه، وان شاء الله ان شاء الله يفرحونا خلال المباراتين القادمتين في الدوري العام المصري. والسنة الجاية إحساس وتفاؤل كده من جوه كل جمهور النادي الأهلي إن قد تكون السنة القادمة إن شاء الله سنة خير وتفاؤل على النادي الأهلي. شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه الأمور وكل هذا الشرح الوافي. شكرا جزيلا كريم، زميلنا كريم أحمد من أسبانيا، دايما بنكون مع حضراتكم بأخبار النادي الأهلي. بما أننا